بشاير الخير بدأت بشكل مبكر مع انطلاق موسم حصاد القمح في مختلف المحافظات، خصوصا ان الموسم ده بيعتبر موسم استثنائي بكل المقاييس. زادت البشاير السنه دي من ارض الخير بعد الاعلان رسميا عن اكتمال السعه التخزينيه لاول صومعه في توشكا وتوريد 72 ألف طن بنسبه 43.5% من الاجمالي. تفاصيل اكتر هنعرفها من الاستاذ حسام العربي وكيل وزاره التموين في اسوان اللي موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير، بنرحب بحضرتك. اهلا، صباح الخير يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، يعني نبدا من الخبر الخير باكتمال السعه التخزينيه لاول صومعه بتوشكا. وصل حجم ما تم توريده بيها في تلك الصومعه كم طن دلوقتي؟ هو سيادتك انا في اسوان بدانا استعداد لموسم القمح منذ اكثر من شهرين بناء على تعليمات الدكتور علي مصالحي والمتابعة الكاملة وتعليمات السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. بالاستعداد الكامل بمراجعة الشون والصوامع على مستوى المحافظة. عندنا محافظة أسوان عندنا عدد من الصوامع منتشرة على مدار المحافظة جنوبا من توشكا جنوب أسوان شمالا حتى مركز إدفر المفلسة. عندنا أول صومعة بدأنا فيها استقبال موسم القمح يوم 12/4، واحنا اسوان اول محافظه فكرت استلام القمح نظرا لارتفاع درجه الحراره يوم 12/4 اللي هي صومعه الرجحي بتوشكا المؤجره شركه مطاحن مصر وغالي. اكتملت بالامس الساعه التخزينيه ونزلت عليها. انا عندي الساعه التخزينيه في محافظه اسوان تقريبا 168 الف طن. الساعه التخزينيه في صومعه توشكا الرجحي بتوشكا 30 الف طن. بالامس تم اكتمالها بالكامل بساعه تخزينيه 30,000 طن و267. وطبعا ده اول صومعه تعتبر غطت وتم اغلاقها بالكامل نظرا لاكتفائها. عندي في مدينه اسوان صومعه بساعه 6,000 طن تابعه لمطاحن مصر وغيرها. عندنا شونه في اوكلومبو بساعه 5,000 طن. عندنا صومعه المفلسه وهي اكبر صومعه في الصعيد بساعة تخزينية 60,000 طن. عندنا تعليمات من السيد الدكتور علي مصالحي والسيد محافظ أسوان بتسديد جميع العقبات لموردين القمح سواء شركات أو مزارعين. منذ خلال 48 ساعة لازم تتم صرف مستحقاتهم تشجيعا لتسليمهم. يعني يمكن احنا يا استاذ حسام تابعنا ده لان دي كانت توجيهات من القياده السياسيه تحديدا بفكره التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح في الصوامع، لكن من فتره مش بعيده تحديدا في اخر رمضان كنا بنحتفل في توشكا في الجنوب، كنا بنحتفل بفكرة بداية حصاد القمح في أرض توشكا بعد زيادة يعني نسبة الأراضي المنزرعة. إزاي بقى ساهمت أراضي توشكا في فكرة زيادة التوريد وارتفاع محصول القمح؟ يعني نقدر نقول أراضي توشكا النسبة الأكبر في محافظة أسوان هي الزراعات الممتدة في من توشكا إلى شرق العوينات، وهي دي الاعتماد الكلي. وانا بقول من خلالكم يعني حبه القمح المزرعه على والمحصوله على ارض اسوان وارض توشكا افضل حبه قمح على نقول الشرق الاوسط كله. نعم. قمح يعني الانتاجيه بتاعتها عاليه كمان، يعني الانتاجيه بتاعتها عاليه، حبه نظيفه جدا جدا جدا، مستوى القيمه الغذائيه فيها من البروتين من كله. يعني نقدر نقول الحمد لله مبروك لمصر. وموسم الحصاد السنه دي نقدر نقول احنا هنزيد تقريبا بالنسبه لنا احنا كاسوان 40% من اللي تم حصاده العام الماضي. 40% زياده. 40% زياده، حاجه اللي احنا برضه بحب انا اقولها من خلالكم. عندنا توجهات من السيد الوزير الدكتور علي مصلحي ومحافظه اسوان السيد اللواء اشرف عطيه محافظه اسوان. النهارده ما فيش حبايه قمح تبيت على عربيه، احنا عندنا لجان موجوده. لا، اللجان طالما في عربيه داخل عليها قمح حبايه قمح داخل على العربيه لازم يتم استلامها بالكامل حتى اللجان تنصرف. يعني بالامس انا شغال في صومعه المفلسه لغايه تقريبا 11 بالليل زياده على المواعيد العمل الرسميه بتاعتي. طب معلش هخليني في توشكا تحديدا في الجزئيه دي، لان احنا بنتكلم على 217 الف فدان تقريبا منزرع او مزروع بالقمح. الانتاجيه بتاعتهم قد ايه؟ وهل كلها راحت الصوامع الخاصه بتوشكا واسوان ولا في صوامع ثانيه؟ لان حسب معرفتي يعني وحضرتك تصحح لي المعلومه الانتاجيه بتاعتهم اكبر من الرقم اللي حضرتك قلته.
احنا عندنا سيادتك في الساعة التخزينية عندنا في أسوان 168 ألف سنة. بعد ما تكتمل الساعات التخزينية في برنامج من خلال الوزارة بيتم توريد القمح لمحافظات أخرى بعد ما يتم غلق أسوان بالكامل. طب أستاذ حسام، هل الصوامع فاتحة كل الوقت ولا في أوقات؟ جميع الوقت طالما في سيارة محملة بالقمح بيتم استلامها. ما فيش التعليمات اللي عندنا، ما فيش عربية تبيت في الصومعة أو الشونة أو البنكر وعليها حباية قمح، لازم يتم الانتهاء بالكامل. طيب حابين حضرتك تكلمنا عن النظم الحديثة اللي بيتم تطبيقها في الصوامع عشان تستقبل الكميات دي كلها وتتعامل تكنولوجيا بيها. هو العربية بتدخل بيتم وزنها بما عليها من أقماح، تمام، بتقف على الصومعة بتصفي تنزل القمح بتاعها بياخد دورته لغايه ما يطلع الصومعه، بتتوزن العربيه الثانيه هي وخارجه، تمام، وبنعرف الكميه. بدايه بتدخل العربيه بتسحب منها بالقلم عينات على مستوى المدار السياره بالكامل لمعرفه درجه نقاوه القمح. كلات 22.5 23 23.5 لان حسب درجه النقاوه بيتحاسب. بيتسحب عينه فوريه احنا واقفين بجهاز معين عشان قياس نسبه الرطوبه. طبعا احنا اللجنه المستلمه فيها التومين، سلامه الغذاء، الزراعه، مندوب المطحن، الجهه المسوقه، موجودين كلنا في المطحن من اجل ان المزارع ياخد حقه والجهه اللي بتستلم تاخد حقها، تاخد قمح على اعلى درجه. وبيبقى متابعه معنا يوميا احنا من خلال الوزاره ومن خلال السيد رئيس قطاع المطاحن. النهارده مجرد ما العربيه بتدخل اجراءات الورقيه بتمشي بتاعه السياره اللي قامت بالتسليم من اجل استخراج المبلغ اليوم خلال 48 ساعه تشجيعا للتجار والمزارعين موردي القمح. يعني أستاذ حسام، طبعا احنا بنشكر حضرتك وبنهنيكم على اكتمال أول صومعة في توشكا الخير تحديدا من محصول القمح. ويمكن ده اللي بيأكد زي ما حضرتك ذكرت فكرة زيادة الإنتاجية بنسبة 40% عن العام الماضي. أعتقد في الوقت ده ما كانش في يعني تحقيق هذا، يعني اكتمال الساعة التخزينية في الصوامع تحديدا. كل التوفيق لحضراتكم. الأستاذ حسام العربي وكيل وزارة التموين في أسوان، بنشكر حضرتك يا فندم. يا أحمد، مصر بتعمل جهود كبيرة قوي لأن احنا عندنا خطة في الاكتفاء الذاتي من القمح في 2025. قدامنا 3 سنين عشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي كامل بالقمح. وطبعا احنا ما بنتكلمش بس على عدد السكان دلوقتي، لا كمان احنا صحيح. عارفين ان في الخطة المستقبلية اكيد احنا تعداد السكان هيكتر، لكن عندنا خطط استباقية من القيادة السياسية في الحقيقة. ويمكن موضوع القمح ده من اهم المواضيع المطروحة يعني حاليا. هو القمح تحديدا هو سلعة استراتيجية عرفها المصري القديم وترسمت واتحفرت على جدران المعابد بسنت. وزي ما قلتي فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي اللي بتسعى ليه الدولة في كل بقى المحاصيل الاستراتيجية أيضا بالإضافة لتوطين الصناعة، ده بيأكد رؤية القيادة السياسية لفكرة يعني أو عبارة إن القوي محدش بيعرف يأكل قوته أبدا. علشان كده دايما بنسعى لزيادة الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. هنقدر وهنوصل إن شاء الله يا أحمد.